واحد يقول هل يصح ان توضع اموال الكنيسة في البنك لحين استعمالها؟ وهل هذه الفائدة التي تعود علينا من البنك حلال ام حرام؟ لا حلال، لان البنك بياخد الفلوس وبيشتغل بيها، يستثمر وبيربح منها، فيبقى الفلوس اللي احنا بنحطها اصبحنا شركاء معه في رأس المال، فنبقى بالتالي شركاء في الارباح.